كنت تعبان شويه يا لويس. من ايه يا بابا؟ ده انت مني رحت شويه. انا كمان ده. ايوه ريحتك يا اخي، ريحتك بتقول ايه؟ سلمى وصلت؟ ايوه في المكتب. ايوه ايه يا سلمى؟ في حاجه حبيبتي؟ حاجه زي ايه يا سلام؟ لا يعني انت اول مره تيجي المزرعه، ف هو لازم يكون في حاجه عشان اجيلك؟ لا يعني مش لازم، بس يعني انا حاسس ان الزياره دي وراها شيء. شيء لزوم الشيء. خد ايه ده؟ تحويجه من عند العطار، قالت لي عليها بنت خالتي المتجوزه راجل عنده 70 سنه. يا سلام يا حبيبتي، للدرجه دي بتحبيني؟ يا سلام، للدرجه دي عايزه راحتي. وراحتي انا كمان، عشان احس اني ست زي بقيه الستات. بس دي جابت نتيجه. ما هي جابت معاه 70. معاه 70؟ معاه 70 جابت نتيجه؟ يبقى لازم بقى هتجيب نتيجه 100% مع ابو 23. على فكره بقى لازم نكملها ونروح نتعشى سمك في محل سمك، نتعشى استاكوزا ونتعشى جمبري وبوري ونديها ملح الماش. تعال يا حبيبتي، التحويجه. موجودين ومنتظرينك. منتظرين؟ اها، دي واحدة هخلص معاها ونازل على طول. ها تبقى هانم، اذا كانت كل شقق العمارة نفس المساحة تبقى كويسة قوي. في الحقيقة انا اول مرة في حياتي اشوف راجل زيك. الله يخليك، وانا اول مرة اشوف ست انما ست. بس هوديني ونزلي معايا. انزل اكتر من كده ما اقدرش. لو ليا خاطر عندك نزلي كمان شويه. لا ده انت طماع قوي. ريحيني بس. ما اقدرش. يعني ده اخر كلام؟ ما اقدرش. ويلا بقى خلص بقى. بس انا بقى يعني مش مرتاح كده. يا اخي ارتحت انت وهي في نار جهنم. بقى انا قاعده تحت وانت هنا عمالين تنزله. يا اخي نزلت عليك نقطه انت وهي. شوفيش ايه دي يا اختي سعدون؟ انا مراته يا حبيبتي. سوسن عيب عيب. ايه ده؟ بقى انت بقى يا حبيبتي اللي اتسلمتكم من نونو؟ انت بتخرب وتقولي ايه؟ بقى انا اللي بخرب؟ طب انا خليك بخرب. عيب يا اخوانا عيب. ما انا قلت لك يا مدام، قلت لك نزلي شويه ما رضيتيش. هي بقى هتخليكي تنزلي على الاخر. انا مستنيكي تحت يا سوسن. ايه؟